بكره الجمعه كمان بالاضافه للاهلي وسيراميكا كليوباترا، البنك الاهلي بيلعب بيراميدز، ووادي دجله بيواجه انبي، ويوم السبت بتستكمل مباريات الاسبوع السادس، مصر المقاصه مع اسوان، وغزل المحله مع الجونه، والزمالك مع طلائع الجيش. اتحاد الكره كمان كان عدل بعض المباريات هذا الاسبوع على جدول الدوري في الفتره اللي جايه بسبب كاس العالم لكره اليد. انتوا عارفين كاس العالم لكره اليد تستضيفها القاهره ابتداء من 13 يناير ان شاء الله. مصر كلها بتستعد لهذا الحدث الكبير، حدث كبير، اربع صالات مغطاه ما شاء الله، اضافه كبيره جدا للبنيه التحتيه الرياضيه في مصر، اهتمام كبير جدا انك تستضيف هذا الحدث في هذا الظرف. يا استاذ ابراهيم، كاس عالم العالم كله هيبص عليك في لعبه النهارده بتحظى بشعبيه على اعلى مستوى، ومن حسن حظ ان مصر تعتبر من الدول المصنفه فيها. لا وكمان ايه، 32 منتخب لاول مره، اول مره يعني بطوله هي الاكبر في ظروف هي الاصعب. صحيح، نتمنى كورونا يعني تستاذن مننا بس شويه كده علشان ايه، نستاذن من يعني من ناس كورونا شويه حنانيك بالراحه شويه علينا. عدلوا بعض المواعيد في المباريات، وكمان اللجنه الثلاثيه في اتحاد الكره عدلت لائحه العقوبات في اكثر من جانب. البرازيل كانت المفروض تيجي النهارده، بكره كان ميعاد وصول منتخب البرازيل، لكن عدلوا شويه يعني خايفين برضو نيجوا بدري. البروفه الثانيه منتخب مصر ما شاء الله، المباراه الثانيه على اليابان، فاز في المباراتين اخرهم النهارده. اليابان من الفرق اللي كنت دايما ماتشك معاهم، هي وكوريا ماتش ملعوب. ماتش ملعوب. فارجو ان الجيل ده فعلا يكون بس خلي بالك اليابان دول، احنا قبل الدوره الاوروبيه في كره القدم غلبناهم ماتشين. جم في الجد غلبونا، واحنا في واحنا في دور الثمانيه، يعني كان المفروض ان احنا نعدي عدهم. وحتى النهارده كانوا متقدمين اليابان في الشوط الاول، وفرقتنا تداركت الامر. هو فرقه متعبه، وهي وكوريا، لان النمط الجسماني بتاعهم مهول، سرعات وقوه واراده يعني انت مع الفن بتسلك، مع البدني بتتعب شويه، وان كان فرقتنا في كره اليد البدني بتاعها كويس. واضافه كبيره ان انت يبقى في صاله مغطاه في العاصمه الاداريه، يعني انت تستضيف بطوله في عاصمه، ده انت بتعلن بقى سوفت اوبننج ده، مش كده؟ انا رحت العاصمه الاداريه قريب، حد قال لي لازم تيجي تتفرج. حاجه غريبه جدا وشغل عالي جدا، نقله تانية كبيره. مش نقله، انا قابلت المسؤولين الكبار، تدهش، ما خدوش من الدوله مليم، تمويل كله من شغلهم ومن التريد بتاع الاراضي والمشروعات، ولا مليم خدوه من الدوله. فحاجه جميله، هو كده، هو ده الصح بقى. انك انت عايز تعمل مشاريع، ولا كان في الاحلام انك تعمل العاصمه الاداريه دي. صحيح، من غير الدوله. صحيح، ازاي؟ صحيح، انما هي الدوله اشرفها، لا بتراقب وبتبص وبتشوف وبعدين يعني يعني من المخطط قبل نهايه الموسم يبتدي يتنقل الادارات الحكوميه والمصالح الحكوميه، ويبتدي تدب الحركه الرسميه في العاصمه الاداريه. طيب، ده كانت كده جوله سريعه في دفتر الاحوال الاهلاويه والكرويه والرياضيه.